أتعرفون أن للاغتراب حواس؟ للاغتراب أذن وعين وطعم ورائحة وحدس تبدأ منذ لحظة شد الرحال. حواس تراقب كل شيء، تقارن وتقارب. المقاربة والمقارنة تلك الأفعال التي تصير كما التعويذة اليومية، تستوقفنا المفارقات في حياة الإنسان في عالم الدول المتقدمة، ويستثيرنا الواقع بموج من التساؤلات. كيف يعيش الإنسان في عالم الدول المتقدمة؟ هذا العالم الذي يسوده التطور المادي والتكنولوجي والإنساني، بينما نعرفه عبر ما يصلنا وما نختبره من خلال معيشتنا هنا. دعوني أضرب لكم مثالاً بالبحيرة التي أجلس أمامها هنا، والتي تبدو وكأنها قطعة واحدة متماسكة، ولكن في حقيقتها هي مجموعة من الطبقات الهشة والصلبة. هكذا تماماً أرى الحياة هنا. لذا سأترك ما تعرفونه عن هذا العالم في طبقاته العليا من تطور وتقدم تكنولوجي ومادي وإنساني، وسأخذكم معي إلى منطقة أكثر عمقاً في حياة الإنسان هنا للإجابة على هذا السؤال: ماذا يوجد بين ثنايا الحضارة، خصوصاً في الدول الرأسمالية؟ في هذا العالم يبدو كل شيء منتظماً كدقات الساعة ومنظماً على حد المسطرة، منظومة كاملة متكاملة صنع منها الإنسان حضارة. الإنسان فيها يعرف ما له وما عليه، حقوقه الإنسانية محفوظة، واحتياجاته الأساسية للعيش متوفرة من أمن ومسكن وتعليم وصحة وظيفة. وليس ذلك فحسب، بل يتمتع بديمقراطية وحرية وحقوق إنسان وبنية تحتية وتطور تكنولوجي تدعمه بيئة خصبة للإبداع. ولكن اللافت أيضاً أن الإنسان هنا في حالة انشغال دائمة، هرول بلا توقف، وكأنه في صراع مع الوقت. لا أعلم إن كان هذا الوصف قاسياً، ولكن الإنسان يبدو وكأنه تحول إلى روبوت أو على وضعية الآلي، كما يقول الدكتور ديباك تشوبرا في أحد المؤتمرات، وهو كاتب هندي أمريكي ضاع صيته في السنوات الأخيرة. كان يصف الإنسان هنا في الغرب: لطالما كنت أسأل نفسي، ما هذا الشيء الذي تفتقده عيون الإنسان هنا؟ كان أمراً محيراً في عالم يبدو فيه كل شيء في مكانه، ولكنك مع الوقت ستكتشف أن هذا الشيء هو ما أريد أن أسميه هنا بفيض الحياة أو زخم الحياة. كريس رايت، أستاذ التاريخ بجامعة مدينة نيويورك والمتخصص في تاريخ العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، لامس ما كنت أفكر فيه وما أشعر به. يقول في أحد مقالاته: لدينا الكثير لنتعلمه من فلاحي السابا، القرية الصغيرة في شمال فيتنام، وخلال الفترة التي أمضيتها كما يقول هناك قبل بضع سنوات، أدهشني التناقض بين الفقر المدقع في المنطقة وحيوية الناس التي أظهرها السكان هناك، الناس الذين تقلص حجمهم وتقدموا في العمر قبل الأوان بسبب سوء التغذية. وركزوا معي ماذا يقول أيضا: هم ودودون ومرحون ومليئون بالطاقة ومحبون للحياة أكثر من معظم الغربيين. وهذا ما يجعلني فعلا أسأل: هل سلبت الحضارة الإنسان حياته؟ في الحقيقة هذا السؤال اتسع أكثر بعد أول سفر لي خارج كندا ما بعد الجائحة، عندما زرت اسطنبول.
المدينة كانت تفيض بالحياة والإنسان فيها يفيض بالحياة. انتقلت بعدها إلى ريف الهند، وهو ريف فقير جداً أكثر مما تتخيلون. هذا الريف وضع تلك المفارقة كما المرآة أمامي. كنت أسر لنفسي وأنا أجوب الطرقات، ما الذي يجعل الناس في عالم الحضارة والرأسمالية أو الإنسان هناك يبدو غير سعيد على الرغم من أن كل شيء متوفر لديه؟ لما يتحدث الناس طوال الوقت عن التوتر والقلق والخوف والاكتئاب والضغوط، وكأن الإنسان يقبع تحت آلة كابسة؟ هذا السؤال أجاب عليه الفيلسوف الألماني إريك فروم، وهو محلل نفسي وعالم اجتماع وفيلسوف إنساني واشتراكي ديمقراطي. كان يهودياً ألمانياً وفر من النظام النازي واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية. إريك فروم يقول عن الإنسان في المجتمعات الرأسمالية: نحن مجتمع معروف بكونه غير سعيد، والإنسان فيه وحيد قلق مكتئب ومدمر، وذلك لعدة أسباب. أولاً، الرأسمالية كما تمارس في العالم الصناعي الغربي لا تتوافق مع سعادة الإنسان وازدهاره. ثانياً، يقول نحن ضحايا نظام لا يمكننا التحكم فيه، والذي يسلب فرصنا في حياة إنسانية كاملة ومرضية، وهو نظام يغشنا ويخرجنا من حياتنا من دون إضافة أي شيء ذي قيمة حقيقية. يقول أيضاً في ظل انتشار الأمراض النفسية لن تساعدنا أي زيارات للطبيب النفسي ولا إجازات طويلة ولا زيادة في الأجور إذا كان المجتمع في أساسه مريضاً. فروم يقول نحن بحاجة إلى ولادة إنسان جديد وإعادة بناء المجتمع من جديد. تعتقدون أن هذا الكلام فلسفي ونظري، ولكن انظروا معي ماذا تقول الأرقام. بحسب مركز الإحصاء في كندا مثلاً، هناك ما يقرب من 12 شخصاً يموتون بالانتحار كل يوم، ما يقرب من 4500 حالة وفاة عن طريق الانتحار في السنة. الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الشباب في كندا، وليس ذلك فحسب. في الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار، في عام 2020 انتحر تقريباً 45,979 شخصاً، أكثر من مليون شخص حاولوا الانتحار. هذه أرقام ضخمة فعلاً. ولأننا نعيش في مجتمع رأسمالي وكل شيء يحسب بالتكلفة، هذا النظام يحسب تكلفة تعاسة الإنسان أيضاً. مثلاً، تكلفة الخسارات التي تتكبدها بعض الدول بسبب ارتفاع نسبة الإدمان على المخدرات والكحول. وسأعود لضرب مثال بكندا، يعني هناك في كندا تقريباً 14 مليار دولار سنوياً تكلفة، أو هي التكلفة الإجمالية لتعاطي المخدرات. 5 مليارات دولار هي خسارة الإنتاج، 4 مليارات دولار هي الرعاية الصحية، وأيضاً 3 مليارات دولار للعدالة الجنائية. وكأن الإنسان أرقام ودولارات، أرقام ضخمة في مجتمعات من المفترض أن يكون فيها التطور في خدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته. ربما نفهم أن الإنسان في الشرق مدمر أو يجري تدميره بفعل الحروب والأزمة الاقتصادية والاستعمار والاستبداد وغيرها، إذ غالباً نحن نعيش في دول بلا نظم أساساً، وتغيب عنها الأرقام والإحصاءات الدقيقة، وتعيش حالة من الفوضى. ولكن الغريب، كيف يحدث ذلك في عالم الدول المتقدمة؟ عموماً، الرأسمالية والإنسان عنوان محط نقاش كبير في المجتمعات الغربية، وبمجرد أن تبدأوا البحث في الموضوع ستجدون عشرات المقالات والدراسات البحثية التي تبحث في أسباب تعاسة الإنسان في
في المجتمعات الرأسمالية ومنها الوحدة القاتلة. لقد فككت الرأسمالية المجتمعات والأسر لصالح الاقتصاد الحر، فصار الإنسان وحيداً لمصلحة السوق والصناعة والإنتاج والاستهلاك. مثلاً فريق من الباحثين أسس منظمة لدراسة جذور الوحدة في المجتمعات الغربية، وهذه الدراسة وجدت أن أكثر من نصف سكان لندن يشعرون بالوحدة، ولندن تعد المدينة الأكثر وحدة في العالم. 75 مليون شخص من مواطني أوروبا معزولون اجتماعياً، يشعر 25 مليون شخص في إنجلترا بالوحدة، وليس ذلك فحسب. في أستراليا 62% من الشباب و 46% من كبار السن يشعرون بالوحدة ويفتقرون إلى الرفقة. مخيف هذا التفكك المقبول في المجتمع، هذا الشعور المميت بالوحدة، لأن الأسرة والصداقة والمجتمع هي العوامل الأكثر حسماً عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان وسعادته. هذا طبعاً ليس كلامي، هذا نتيجة لدراسة استمرت ما يقرب من 80 عاماً في جامعة هارفارد. هذه العوامل التي دمرتها وفككتها الدول الرأسمالية باسم الحرية الفردية وتحقيق الذات. في الحقيقة ما زالت عيني تنتظر أن ترى مسناً على كرسيه المتنقل مع ابنه أو ابنته في مراكز التسوق. الفردية حاضرة في تفاصيل الحياة هنا، وكأن كل فرد فينا تحول إلى أداة لخدمة مصنع كبير اسمه الرأسمالية، وهذا ما يسميه بعض النشطاء هنا بالعبودية المعاصرة. هؤلاء النشطاء بدأ صوتهم يعلو مؤخراً وصاروا يحذرون من الاستمرار تحت وطأة رحمة المنظومة المادية. جيم هانيفن هو رجل أعمال كندي وناشط في المجتمع. عندما التقيت به أول مرة جرى بيننا حوار صريح عن الفردية في أمريكا الشمالية. سألتقيه اليوم للمرة الثانية لتسمعوا ماذا سيقول وكيف يعيش الإنسان الغربي في مجتمع رأسمالي. Hi, Jim. How are you? Hey, good. Good to see you. Come on in. So nice to see you. Well, thank you, Jim, for having us in your home today. So what's the advantages and disadvantages to live in capitalist society, if we can say? Part of the advantage of living in a capitalist society, and in particular Canada, and I'll focus on the Canadian model because it's the one I'm more familiar with over the US model, is that we have protection as Canadian citizens from cradle to grave. We have the opportunity to get education, to go forward, and to create businesses, and have all kinds of opportunity. The flip side, though, is that there's disadvantages to that. If we're faced so much on business and on chasing the dollar, then sometimes we forget our health, our family, and the other things that really matter. Religion and spirituality, they all go by the wayside. I think as we move forward and the chase for money is there, technology becomes a part of that. And as we know, what we're doing is we're giving kids cell phones ad nauseum. And as a result of that, the kids begin to isolate on their cell phones and in their technology world, and they're no longer interacting with their parents or grandparents the way that they used to. And so the time that we had to help develop social skills and interpersonal skills, we're beginning to lose. Again, if you think of where we were in our society prior to that, grandparents were involved. They still are in the Middle East, more so than in our society. And so we're losing the connection between our grandchildren and our grandparents, our children and our parents, because the kids are going and hiding and playing in their virtual worlds instead of being in the actual world. I'm mentoring a couple of young men from Africa. They immigrated here.
And the thing that I observe from both of them, one is Muslim, one is Christian, but the thing that I observe from both of them is how important family is, how important that connectivity between grandparents, parents, and the children, and making sure that the siblings help each other and not be isolated in that world, making sure that the grandparents are interacting and looking after the grandkids so that that connection and that lifelong bond is kept, and the importance of wisdom is kept. And so when I look at that, I go, I am envious of that. So as much as we have a lot of the worldly goods that we may need or want or crave, most of it is just stuff. And really, at the end of the day, what is important? A relationship with a higher power, closeness to our family, being able to be loved and to love other people. Having the money and having the security is a wonderful gift, but it is not the most important gift. Life has become so scheduled in North American society. We started it with our children, making sure that they didn't have idle time. And I don't know if it's somebody thought that, oh my gosh, if the kids had spare time, they would do something and get into trouble, or what the thought was. But when I was growing up, we would go out of the door at 7 o'clock in the morning. We wouldn't come back in the summertime until it was dark. Why? Because we would play games. We would throw a football. We would play soccer. We would do the things that we loved to do, and then we would come home. It was a wonderful way to live. Do you miss this life? Yes. And now all of a sudden, everybody is overwhelmed. They're running to try to keep schedules of getting everybody to this meeting, that meeting. And they're so busy running and doing and scheduling that they're not living. They're just existing. You know, the beauty of the immigrants coming to Canada is so much new ideas, so much creativity, so much spirituality, so many gifts that we've been given by having immigrants come to our country. It's been a wonderful thing. كم هو غريب؟ كيف يؤسس الإنسان لمنظومة من أجل رفاهيته وفجأة تتحول إلى أداة لتعاسته؟ وكيف تنقلب المعادلة من منظومة في خدمة الإنسان إلى الإنسان في خدمة المنظومة؟ هل فعلاً نريد أن ننقل هذه المنظومة بكل ما فيها لمجتمعاتنا؟ أم أننا بحاجة إلى منظومة متوازنة تملأ احتياجاتنا المادية؟ دون أن تسلب منا حاجاتنا الروحية، وكيف؟ إنه سؤال يستحق أن يكون قيد البحث.